سلوك يا مغربي. بلو المبادئ عطى عالصف القواعد طلعت سيف، كلامي قاطع للأعناق شبه لساني بالسيف. جهزوا الطناجر انتفاضة لنعمل استفتاء الدفا، ادمى حيطان الغرفين تبادل الآراء. الجبل ما هزوا ريح بس بنفخة من هدو تعايش مع الوقائع. يا بدتني فكرة انه احيانا اكتب وهندق واكتب على بيت بعدين سجل بعدين هندس على الأدوبي ومنتج. واجهت مشكلة بالهندسة الصوتية انه بمنطقتنا ما في حدا بيشتغل بهذا المجال، فتعذبت انه تواصل مع رفقاتي عن نت وبحث على اليوتيوب. جرب حطني مع ايجو بغرفة لارتكب جريمة، مسكين هالولد ما عرف يحكي من خوفه، كلماتي اعجاز علمي بيندرس، سميني الهرم خوفه، ما بعطي ايميل الدم تعودت على المناظر، انتو ما شفتوا اشلاء حتى زرتم المقابر، شتانا بين المنطق. واجهت مشكلة كمان اجتماعيا انه كفن الراب انه فن مو مرغوب، يعني ما حدا بيسمعه لانه فن بيضرب السياسات والتجاوزات السياسية لقادة او مشاكل اجتماعية او قضايا. هجموا بالحزام لا تراجع لا استسلام، بعد انقسام دام اعوام طلب التحام. حاول تقنع هالأمة انه رح تخلص الازمة، قامت حرب بدماغي افكاري نسحت عصوتي، فصارت حنجرتي مخيم لهيك ما برفع صوتي، ما بلاقي حدا منهم مجرد ما لوح بصوتي، بكرة شوفوا كم مزوخي رح ينبسط بموتي. للإحساس انا تفكير مستورد من نوبة وسواس.